مرحبا واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. اليوم سوف نرى الارقام باللغة التركية. لنبدأ. إذن قبل أن نبدأ في الدرس، تذكروا ورقة وقلم في يدكم لكي تسجلوا المعلومات، وسوف أقول بعض المفردات التي لها علاقة بالموضوع قبل البدء في الأرقام. مثلا لدينا سايلار. سايلار هي الأرقام. سايلار، ساي هو رقم فردي، ساي. كما لدينا سرا. سرا، س را هو يعني مرتب، يعني الترتيب مرتب. سرا. في نفس نطاق الترتيب لدينا إلك. إلك بمعنى الأول أو في البداية. إلك في البداية. وفي النهاية أو الأخير هو صون. صون، صون هو في الأخير أو في النهاية. إذن سرا مرتب، إلك في البداية أو الأول، صون الأخير. الآن سوف نبدأ في الأرقام. قبل أن أبدأ في الأرقام سوف أقول ملحوظة، يعني سوف أقولها أنا فقط شفهيا، يعني كيف تنطق، وسوف يظهر هنا الرقم كتابيا ورقميا أيضا. صفر. صفر. بير. بير. إيكي. إيكي. أوتش. أوتش. دورت. دورت. باش. باش. ألت. ألت. يدي. 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 سيكيز. سيكيز. دوكوز. 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 on on on. يرمي. يرمي. اوتوز. اوتوز. كيرك. كيرك. إلي. إلي. ألتمش. ألتمش. يتمش. يتمش. سكسن. سكسن. دوكسان. دوكسان. يوز. يوز. بين. بين. الآن سوف ننتقل إلى الأرقام المركبة. حسنا، الأرقام المركبة يعني مثل العشرة الواحدة، 15، 16، 14، فهمتم؟ 25، 27. طريقتها سهلة باللغة التركية. مثلا سوف نأخذ مثال. 11. on beer. on beer. 14. on dirt. on dirt. 17. on يدي. on يدي. يعني نقرأ العشرات بعدها الوحدات، يعني 10 و 7. on هي 10، 7 هي يدي. أونيدي هي 17. مثلا 20 هي يرمي. 23 يرمي أوتش. يرمي أوتش. يرمي 20 أوتش 3. يرمي أوتش 23. مثال في 70. 70 هي يتمش. يتمش صحيح. يتمش هي 70. يتمش إيكي 72. يتمش هي 70. إيكي هي 2. 72 هي يتمش إيكي. حسنا، فهمتم طريقة كيف نقرأ العشرات هي الأولى بعدها الوحدات، يعني 10، 20، 30، 40 بعدها المفرد الذي معها، 6، 7، 5. فهمتم كيف؟ هكذا. مثلا مثال آخر في التسعينات. 97. دوكسان يدي.
دوكسان يدي. حسنا دوكسان يدي، هذا بالنسبة للعشرات. بالنسبة للمئات، المئة هي يوز. حسنا المئة هي يوز. إذا أردنا أن نقول 103 سوف نقول يوز اوتش، يوز اوتش. مثلا رقم مركب أكثر. حسنا 108 يوز سيكيز، يوز سيكيز 108. بالنسبة للأرقام المركبة أكثر، مثلا في المئات العشرات والوحدات، مثلا 118 118 يوز اون سيكيز، يوز اون سيكيز. يوز هي 100، اون هي 10، سيكيز هي 8. 118 118. حسنا يوز اون سيكيز 118. مثلا ارقام اكثر 120 130 140. يعني نقرا دائما المئة هي الاولى بعدها العدد العشري. حسنا نفس الطريقة بالنسبة لجميع الارقام الاخرى، مثلا 145 يوز كيرك باش، يوز كيرك باش. يوز 140 هي كيرك وباش هي 5. ننتقل إلى الألف أو الآلاف. بالنسبة للألف تختلف، لنبدأ بألف ثم العدد. مثلا في المئات قلنا يوز ألتمش هي 160. قبل أن نبدأ في الآلاف نسيت أن أذكركم مثلا في 300 400، لأني ذكرت فقط بالمئة الواحدة. مثلا أردنا أن نقول 200 سوف نقول إكيوز، إكيوز هي 200. أوتشيوز 300، سيكيز يوز 800. حسنا يعني نسبق الرقم الفضيل ثم المئة، 800 سيكيز يوز. حسنا فهمتم الطريقة كيف، يعني الرقم الذي تريدونه ثم المئة، 500 باش يوز. حسنا الآن يمكن أن نذهب إلى الآلاف. الآلاف بنفس الطريقة، الألف هي بين. مثلا سوف نقول 2000 إيكي بين، هي 2000. إيكي هي 2، بين هي 1000، إيكي بين هي 2000. حسنا سوف نقول رقم مركب مثلا 1111، كلها أرقام تتكون من رقم واحد. حسنا 1111 بين يوز اون بير. حسنا بين يوز اون بير، بين يوز اون بير. بين هي 1000، يوز هي 100، اون هي 10، وبير هي 1. يعني تقرأ الرقم بالتفصيل مدقق واحدا بواحد، يعني مفرد وحدات الألف مئات هكذا. حسنا سوف نذكر عدد آخر، 1233، 1233. حسنا بين إكيوس أوتوس أتش 1233 بين إيكي يوز أوتوس أتش بين 1000، إيكي يوز 200، أوتوس 30، وثلاثة هي أتش. حسنا بهذه الطريقة تقرأ. بالنسبة للألفين 3000 نفس الطريقة، إيكي بين 2000، أتش بين 3000، ونحن نذهب هكذا. مثلا سنتنا الحالية 2019 سوف نقول إيكي بين أون دوكوز. حسنا إيكي بين أون دوكوز بهذه الطريقة. إذا سوف نقوم الآن بتذكير خفيف وبسيط جدا لكل ما سمعناه أو قرأنا في هذا الدرس بهذه الطريقة. مثلا سوف نختار رقم 2 مثلا لنرى، لأنزل قليلا هكذا.
مثلا اختفي قليلا. المهم هكذا افضل، هكذا افضل. حسنا اخترنا رقم 2، سوف نرى. اذا رقم 2 يعني ايكي، ايكي 2، 12 اون ايكي، 12 اون ايكي. 20 يرمي، يرمي 22 يرمي ايكي، يرمي ايكي. شيء اخر مثلا 200، سوف نذهب مباشرة الى 200، لا 120 قبلها، 120 102 فقط، 102 يوز ايكي، يوز ايكي. نسبق 100 بعدها العدد الفردي يوز ايكي، مثلا بعدها 120 يوز يرمي، 120 يوز يرمي، 200 ايكي يوز، 200 ايكي يوز، 220 ايكي يوز يرمي، 222 ايكي يوز يرمي ايكي. 2000، 2000 ايكي بين، او 1002 بين ايكي. هكذا مجموع كل الارقام، سوف اكتبها هنا كل واحدة التي قرأناها قبل قليل ارقام فقط. حسنا وكذا ننتهي من الفيديو اليوم، اراكم في فيديوهات قادمة. اذا اردتم اي موضوع معين في الفيديوهات فاكتبوا لي في صندوق التعليقات تحت، فانا انتظركم واراكم في فيديو قادم ان شاء الله. الى اللقاء.